في مراحل حب الذات على حساب سلم هوكنز، امتى نعرفوا اننا كان بغيو ذاتنا وامتى كنعرفوا اننا ما رحناش في اتصال حب حقيقي للذات الحقيقيه ديالنا. للاسف ملي كنكونوا تحت سلم هوكنز في الميتين، كل المشاعر اللي كنكونوا هازين بها، غضب، لوم، عتاب، عار، خوف، تأنيب ضمير، كل هاد الانواع ديال المشاعر تجاه ذاتنا وتجاه الاخرين كتعلمنا بان نحن لسنا في اتصال حقيقي معنا، ولا اتصال حقيقي مع الخلق ديال الله سبحانه وتعالى فوق الارض، ولا حنا راه في حب عالي، ولا اتصال حقيقي بالرحمن. اذا هاد النوعيه ديال المشاعر هي دلاله على اننا ما رحناش متصلين نهائيا.